صباح الخير حبيبتي الغاليات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وبصحه وبخير وعافيه. عيد مبارك للجميع وكل عام وانتم بخير. حبيبتي الغاليات، ان شاء الله تفوتوا هذا العيد يعني بصحه، وان شاء الله تفوتوه بالهناء. وعيد يعني سعيد لكل الأمة العربية وكل الأمة الجزائرية. مطبخ وتدابير أم جنان تهنئكم بهذه المناسبة السعيدة، وكذلك تقدم لكم بعض الصور من حلويات أو إنجازات مطبخ قناة مطبخ وتدابير أم جنان، يعني مفاجأة ممتعة للجميع على صور حلويات أم جنان وإنجازات اللي قام فيها قناة مطبخ وتدابير أم جنان. كل عام الأمة العربية بخير. هذه المناسبة كما تعرفون مناسبة يحتفل بها المسلمين، الأمة الإسلامية فقط. هذه المناسبة يعني مباركة، اختموا فيها يعني التسامح، يعني أحسن مناسبة للتسامح هو عيد الفطر. لازم نتسامحوا ونتغافروا، يعني التغافر هذه كل الأشياء هذه يعني مهمة جدا في هذه المناسبة السعيدة. نحاولوا أن نسامح ونحاولوا أن نغافر كل يعني كل ما كل شخص يعني كنت عندك عداء عليه في هذه المناسبة السعيدة. هذه المناسبة يعني ربي خلنا هذا النهار باش نتغفروا فيه ونتحبوا فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرجة ممتعة مع حلويات مطبخ وتدابير أم جنان.